اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من أهم الأبحاث باعتقادنا ما يتعلق بالقلب السليم، بحث القلب. ولهذا في التخصصات الطبية هناك تخصصان مهمان جدا، إذا رأيت طبيبا وقيل عن هذا متخصص في المخ والأعصاب وهذا متخصص في القلب، هذان أمران مهمان. لما؟ لأن صاحبها يحيا بهما، لو تكسرت كل عظامه يبقى حيا، لو بترت رجلاه ويداه يبقى حيا، ولكن القلب وهذا الذي في الجمجمة لو صار فيه خلل صاحبنا يحشر مع الأموات. إذا كان في عالم الطب الظاهري، والعلم علمان، أي علمان مهمان، علم الأبدان وعلم الأديان، إذا كان القلب وما في الجمجمة بهذه المثابة من الأهمية، فكيف بهذا القلب؟ بحث القلب بحث مهم، وذلك لأن ثمرته يظهر في ثلاث حقول. نحن عادة هكذا قبل الدخول في التفاصيل نقدم المحفزات، نقدم المقبلات، موجبات الإقناع وإن كانت موجودة تأكيداً. أولاً بحث القلب بحث مهم، تتجلى ثمرته في ساعة الطاعة وفي موسم الطاعة. نحن عندنا ساعة للطاعة، الصلوات اليومية، وعندنا موسم للطاعة كهذه الأشهر الثلاث، في حج بيت الله الحرام، يوم عرفة، في ليالي القدر. الإنسان الميت قلبه الذي لا يقبل، قسي القلب، الآن على مائدة، هو وإنسان رقيق القلب لا تظهر الثمرة، تظهر الثمرة في عصر عرفة، تظهر الثمرة في ليلة القدر، تظهر الثمرة في جوف الليل، تظهر الثمرة في هذه الصلاة اليومية. إذن في ساعات العبادة وفي مواسم العبادة أنت تحتاج إلى هذه الدورة المصيرية، هذا أولاً. وثانياً تحتاج إلى أبحاث القلب في ساعات المسكنة والضيق، مرض العصر، مرض الاكتئاب والقلق. رأيت أحد الأطباء النفسانيين له عيادة في بلاد الغرب، قلت له يا فلان ما هي طبيعة المراجعات؟ قال هي ما في بلاد المشرق، القلق، الضيق، الاضطراب، الوسواس القهري، هذه الأمراض. أيضا أنت بحاجة إلى أبحاث القلب عندما تمر عليك مثل هذه الساعات. من يعرف كيف يصرف قلبه، كيف يرقق قلبه، كيف يسعد نفسه، كيف يطمئن فؤاده، هذا الإنسان في الأزمات يجتازها بنجاح. رأينا كبار المؤمنين عندما تمر عليه المصيبة كم هو مرتاح. أعلم أحدهم بالاسم، أحد العلماء، في يوم الغدير، يوم فرح وسرور، كان له صبي سقط فمات، سمع بكاء النساء في الداخل، ماذا جرى؟ قالوا ولدك مات في يوم الغدير وهذا بكاء النساء.
هذا العالم الرباني بكل ارتياح قال لله عز وجل: عطايا في يوم الغدير، ولكن النساء لا يعرفن قدر العطية، يراها عطية. موت العزيز من أصعب أنواع البلاء، الذي هكذا يتمالك نفسه عند موت العزيز هذا يضره فقد مال أو حادث دابة أو فقد مزية. أبدا صاحبنا يعيش في أعلى درجات الصحة النفسية، هذا الذي يبحث عنه الغربي والشرقي في الحلال والحرام، في السياحة، في الأكل، في المطاعم، في النساء وغيره. صاحبنا في سجدة واحدة يصل إليها، في سجدة يونسية بعد فريضة في مسجد، مر مرتين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. العبرة هنا: وكذلك ننجي المؤمنين. لو أن هذه العبارة لم تكن في هذه السورة لقلنا هذه وصفة يونسية، رب العالمين كتبها لهذا المريض الذي كان في بطن الحوت. ولكن وكذلك ننجي المؤمنين وصفة للبشرية، هذه العقاقير والأدوية، نعم، أين هي؟ وأين الذكر اليونسي؟ وكذلك ننجي المؤمنين. كونوا معي، بحثنا اليوم بحث استراتيجي، هذا البحث ينفعك في عرصات القيامة وينفعني إن شاء الله. إذن في ساعات ومواسم العبادة أنت بحاجة إلى هذه الدورة. أتمنى هذه الدورة يتابعها كل من له اهتمام بأمر قلبه. قلنا في ساعات الضيق والاكتئاب والأزمات النفسية أنت بحاجة إلى بحث القلوب، وثالثا أنت بحاجة إلى بحث القلب. متى؟ لا في الدنيا فحسب، وإنما عندما توضع في القبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية ما ذكرت صلاة ولا صوما ولا حجا، هذه العبادات إن أثمرت القلب السليم فهو هو، وإلا ما قيمة شجرة عالية بلا ثمرة. هذه الشوارع مليئة بالشوارع بالأشجار لا تنظر إليها لأنه لا ثمرة لها. إذن مرة أخرى أكرر: في المواسم، في الساعات، في الأزمات، وأخيرا في العرصات أنت بحاجة إلى بحث القلوب، هذه الدورة مهمة. الآن ليكون البحث واضحا، عادة في الأبحاث الأكاديمية في الجامعات والمعاهد هكذا يقولون: نفضل البحث المنقط. بعد أن ينتهي الأستاذ من الحديث يقول: تلخص من كلامنا النقاط التالية واحدة ثانية إلى آخره. وهذا البحث كما قلنا بحث أكاديمي استراتيجي. نذكر حديثنا في نقاط: أولا، القرآن الكريم في آيات عديدة، عشرات الآيات، والقرآن الكريم يذكر القلب، أنواع القلب. القلب الصنوبري كما يعبر عنه في كتب الأخلاق، القلب اللحمي والدمي، قلب واحد تقريبا، إذا أحدنا قبض يده هذا القلب بهذا الحجم، ولكن قلب الباطن أشكال وأنواع. والذي يذكر الأشكال والأنواع من هو؟ صاحب القلب، خالق القلب. عندما يبلغ الجنين 4 و5 من عمره في بطن أمه، 5 أشهر، 4 أشهر،
هذه الروح تنفخ فيه، ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه القطعة من اللحم الجامدة تبدأ تتحرك، عندئذ هذه الروح قذفت، ولكن مآل هذا القلب، القلب القاسي. كل قلب نذكر معه الآية المناسبة: وجعلنا قلوبهم قاسية. الجاعل هو الله عز وجل، ولكن المسبب أنا وأنت. يهدي الله لنوره من يشاء، رب العالمين هو الهادي لمن هيأ الأرضية. الشمس هي المشرقة، ولكن عندما تخرج من الدار إلى ساحة المنزل، إلى فضاء المنزل، إذن رب العالمين هو الهادي، هو المضل، هو الذي يجعل القلب قاسياً. في آية أخرى يذكر القلب الذي طبع عليه: وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، نطبع على قلوب المعتدين إلى آخره. إذن القلب القاسي، القلب المختوم عليه، القلب إذا ختم عليه يعني هذا الباب مقفل. لو جئت بمفاتيح الأرض هذا القلب لا يفتح. إذا وصل الإنسان إلى سمح الله إلى مرحلة الختم، مواعظ أنبياء الله لا تنفع فيه. عادة ألصق العلاقات علاقة الزوج بالزوجة، وقتيا الزوج المثالي وقت يعتد به مع زوجته. العلاقة بدنية يلتصقان بدنيا، العلاقة روحية جعل بينكم مودة ورحمة. ولكن هذه البائسة امرأة لوط ماذا انتفعت؟ هذه المنحرفة امرأة لوط، القرآن يعبر عنهما بالخيانة، ماذا انتفع من زوجيهما؟ لماذا؟ لأن قلبيهما ختم عليهما. زوج كلوط وكنوح، الآن لوط من أنبياء الله المتعارفين، من الخمسة أولي العزم: نبي الله نوح، هذا النبي العظيم ابتلي بزوجة كذائية وبولد نعم سخيف، قال سآوي إلى جبل يعصمني. إذن الإنسان إذا وصل لهذه المرحلة لا يرجى منه الخير، ولهذا راقب من حولك، راقب ولدك، راقب ابنتك، راقب زوجتك، وقبل كل ذلك راقب نفسك. إن وصلت إلى مرحلة الختم، إذا وصل أحدهم، ولهذا نسمع البعض تقرأ عليه القرآن تشمئز نفسه، البعض نعم يدخل المسجد كأنه دخل السجن، وسمعت البعض ذهب للحج الآن هكذا حياء خجلا جبرا لأي داعي، عندما رجع قال: ذهبت للحج لأطوف حول البيت وأرمي الحجارة، ما هذا العمل؟ حتى نفسه تشمئز من أعمال الحج والعمرة. إذن إخواني لنحذر، طبعا هذه مقدمات لئلا نصل إلى هذه المرحلة. وأحدنا إخواني ما دامت روحه لم تخرج من بدنه معرض لهذه المسائل. أنت الآن على خير، بعد سنة لا ندري، بعد 10 سنوات لا ندري. في ختام دعاء زمان الغيبة هناك عبارتان: في أول الدعاء لين قلبي لولي أمرك، ولكن في آخر الدعاء تقول: اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد، صلوا على محمد وآل محمد.
يعني يا رب أنا عندي خشية في يوم من الأيام أقف أمام أهل البيت والكثيرون انحرفوا، لا داعي للإشارة كثيراً، بعض من كان في الحوزات، بعض من تزيى بزي أهل العلم، بعض من هو منتسب إلى ذرية النبي، يخرجون في الفضائيات للاستهزاء بخط النبي وأهل النبي، وتعرفون البعض منهم. هذا عندما كان طالبا في الحوزات هل كان يتوقع هذه النهاية؟ لو قيل له هكذا في أول الطريق لقتل نفسه، ولكن جرت الأيام وصل إلى ما وصل. كذلك من القلوب كلامنا القلب في القرآن الكريم، ويا له من بحث مهم، القلب في القرآن. لاهية قلوبهم، لا هو قاسي ولا هو مطبوع عليه، قلب لاهي، وهذا القلب قد يكون في جوفي وجوفك، لا في كل الآنات، في بعض الحالات. إنسان أمام التلفاز وينظر إلى مسلسل مضحك، ما لك وذلك؟ ينظر إلى الملاهي، ينظر إلى الأباطيل، هذا القلب قلب لاهي. هذا القلب اللاهي أيضا مرفوض، قلب لا يحبه الله عز وجل. من القلوب في القرآن القلب الزائغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. القلب الذي زاغ عن الطريق، هذا القلب في معرض انتقام الشياطين. هذا بعض أنواع القلب في جانب السلب، وأما في جانب الإيجاب، القلب المهتدي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا القلب المهتدي. القلب المهتدي يرى الطريق، له يقين بالأمر. هب أنه ما قرأ الكثير من الكتب، ولكن هذا القلب يرى الآخرة، كما يعبر أمير المؤمنين. البعض يقرأ كتبا في منازل الآخرة، أهوال القيامة، كثير هذه الكتب، ولكن أمير المؤمنين يصف المتقين هم والنار كمن قد رآها كأن الزفير جهنم في أصول آذانهم، لا من باب قراءة الكتب. هذا القلب هداه الله عز وجل. وعلى رأس القلوب، نعم، القلب السليم. ما هو القلب السليم؟ نلملم الحديث في ختام حديثنا في هذا اليوم، نختمها بخاتمة مسك. أنا عندما أصل لهذه الرواية، حالتي كحال إنسان يريد صعود الجبال عينه على القمة ولكنه لا زال في الوادي. هذا الإنسان لا يعجب بنفسه، من عينه على القمة وهو في الوادي يجد السير. هذا الإنسان يتوسل يقول يا رب مضى العمر ولا زلنا في أول الطريق، متى نصل للنهايات السعيدة؟ الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه يعبر عن القلب السليم الذي سلم من حب الدنيا، وفي رواية السليم الذي يلقى ربه، هنا الشاهد، هنا القمة، السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. يا له من تعبير. متى يصل الإنسان لهذه المرحلة؟ عندما يتجلى جمال الخالق في قلبه، عندما يصلي الليل يغمض عينه تجري عبرته،
يقول يا رب هذا مقام العائذ بك من النار، هذا الإنسان يعطى هذا القلب السليم. عندما يناجي في جوف الليل بمناجاة إمامه زين العابدين دائي لا يشفيه إلا طبك ورين قلبي لا يجلوه إلا كذا، مناجاة المحبين، هذا الإنسان يرزق ذلك القلب السليم. القلب حرم الله فلا تدخل، حرم الله غير الله. إلهي بحق أوليائك الصالحين من أوليائك لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اجعل أفضل أعمالنا عند كبر سننا، اللهم اجعل أفضل أعمالنا عند اقتراب آجالنا، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. أبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.